بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. الحقيقة الشيخ صالح أن من الملاحظ جدا لمن ينظر إلى واقع المسلمين الجهل الكثير الذي يغشى مجتمعات المسلمين، خصوصا فيما يتعلق بأمور عباداتهم ومعاملاتهم، ويظهر هناك حاجة ماسة نحو تعلم الفقه الإسلامي، خصوصا بعد العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيقه. وهناك محاولات للعديد من العلماء نحو إيجاد ما يسمى صياغة فقهية معاصرة تتناول النوازل والحوادث المستجدة، إلا أنها قد تكون في بداياتها. شيخ صالح، وأنتم قد كتبتم في العديد من المجالات الفقهية وكان لكم إسهام مشكور ومذكور في ذلك، بل إنكم الآن تقررون وتدرسون في دروسكم العديد من الكتب الفقهية، ولكم برنامج في إذاعة القرآن الكريم بشرح كتاب زاد المستقنع. شيخ صالح، ألا ترون أن هناك حاجة ماسة لإيجاد موسوعات فقهية معاصرة بلسان معاصر كما يقولون، مع الاستفادة من الكتب التي تركها علماؤنا وسلفنا الكرام؟ لا شك أن ربط الناس بالفقه أنه أمر مهم، لأن الفقه في الدين هو أساس العمل، فلا يمكن لغير الفقيه أن يعمل عملا صالحا ومستقيما إلا إذا كان على فقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله بالتفقه في دينه وأثنى على المتفقهين، قال سبحانه: وما كان الناس وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر فرقة فلولا نفر منهم فلولا نفر فرقة منهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين يعني ليتفهموا أمور دينهم. فالفقه لغة هو الفهم، والفقه في الدين هو فهم أحكام الدين وشرائع الدين. وانظر كيف قدم ليتفقهوا في الدين على قوله ولينذروا، لأن الإنذار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بعد الفقه، إنما يكون بعد الفقه والعلم. فلا يصلح الإنذار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جهل، بل لا بد أن يكون ذلك عن فقه. ولذلك اتجهت همة السلف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى وقت المسلمين الحاضر، اتجهت همتهم إلى العناية بالفقه وتفقيه الناس وتعليمهم أمور دينهم. وكان من ذلك هذه الحصيلة والثروة العظيمة الفقهية التي خلفها سلفنا الصالح مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفقه الذي خلفه سلفنا الصالح إنما هو وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. والفقه في نظري ليس بحاجة إلى تجديد عبارة أو صياغة جديدة، لأنه مصوغ بعبارة عربية فصيحة، والقدامى أفصح منا وأقدر منا على البيان وأقدر منا على جمع المعلومات، لأن الله أعطاهم من المقدرة
ما لم يكن لمن جاء بعدهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ففي نظري أن الفقه ليس بحاجة إلى تجديد عبارة أو صياغة، وإنما هو بحاجة إلى تعلم. الفقه بحاجة إلى تعلم وعناية وإقبال عليه وتعليم الناشئة تنشئتهم على فقه السلف الصالح، هذا هو المهم. أما مسألة الصياغة والتعبير الجديد، هذا لو حصل ما كفى والناس في إعراض عن الفقه. فالآفة لم تأتي من الصياغة ومن العبارة، وإنما جاءت من انصراف الناس وجهلهم بهذا الأمر. فإذا وجهوا وعلموا حصل المقصود، بدون أن نكلف أنفسنا بوضع عبارة جديدة أو صياغة جديدة، لأننا لن نأتي بأفضل مما جاء به من سبقنا من أهل العلم والخبرة والمعرفة. نعم، أحسنتم وأثابكم الله.